مرحبا حضراتكم. الدكتور أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية في مركز البحوث الزراعية تخرج في كلية الزراعة بجامعة الزقازيق وحصل على 2 دكتوراه، الأولى من كلية الزراعة بجامعة الزقازيق في أمراض نبات بنجر السكر، والثانية من معهد الهندسة الوراثية بجامعة السادات في البيولوجيا الجزئية والهندسة الوراثية في القصب، وتعين مدير لمعهد المحاصيل السكرية سنة 2018 عن جدارة واستحقاق. نقنع المزارع ازاي؟ نقول له ايه بقى؟ ايه مميزات الشتلة دي عندك في ارضك؟ عشان خاطر لازم حضرتك تتجه ليها فورا. المزارع المصري من اذكى المزارعين. تمام. لما اجي اعرض عليك حاجة اقول لك، هسألك سؤال، انتاج حضرتك كم بتورد للمصنع؟ تقول لي بورد 30 او 35 طن. طيب انا هديك شتلات واخد بحراك، او انت شفت اخوك واخد شتلات وبعدين انتج 50 و60 طن. يعني معنى كده ان انت زدت 20 طن، ال 20 طن دول لو ضربناهم دلوقتي في سعر 2000 جنيه يعني زودته كام؟ 40,000 جنيه عن اللي كان بيخش له، ده زائد اللي كان بيخش له، يبقى كيف يرفض؟ ولكن هناك بقى معوق صغير وهي السيكولوجي بتاعت المزارع. المزارع المصري ما بيحبش يطلع فلوس كاش من جيبه يدفعها يشتري بيها. بيحب دايما يقول لك خدها من محصولي. طبعا البنك الزراعي ودوره العظيم في تنميه الزراعه في مصر وكذا، معانا شركات السكر، ان احنا ازاي نوفر له القروض اللي هي بتاعه ثمن الشتلات، بحيث ان احنا ان هو يقدر يسدد القرض ده بسهوله وما يبقاش فيه عبء عليه، وفي نفس الوقت يجذبه من غير ما يفكر، هيقول لك ايوه انا معاك. فما بالك بقى لما يبقى الانتاجيه بتاعته هتبتدي تعلى اكتر من ده. الحاجة التانية بقى اللي بتضمنها الحاجات ديت اللي ده زي ما قلت لحضرتك كنت بكمل كلامي، ان المزارع كان بياخد التقاوي من اخوه وجاره وكذا، ما كانش فيه لفظة التقاوي المعتمدة لقصب السكر. هذه المحطات جعلت هذا الحلم حقيقة، ان هناك مكان ينتج تقاوي لقصب السكر اللي هي الشتلات، خالية من الآفات، خالية من الأمراض، ومضمونة الصنف، لأن أنا عارف الصنف اللي أنا إيه اللي أنا طبعاً زرعه. طبعاً الشتلات المفروض أنها بتتزرع عندنا دي طالعة من حقول بنسميها حقول أمهات التقاوي المعتمدة، بيتزرع فيها القصب المنقى اللي هو بيبقى ناتج زراعة الأنسجة اللي هو خالي من الأفات والأمراض، يطلع منه قصب، القصب ده هو اللي بستخدمه واخد منه الإيه؟ أخد منه البراعم اللي أنا استخدمها هنا، يبقى حط في الأرض بتاعته نبات سليم 100%. طبعا ممكن يتعرض للأرض بتاعته في الإصابة، بس لما النبات السليم 100% يتعرض للإصابة، عبال ما يتدهور هنكون شلناه وجبنا نبات تاني بعد 5 سنين، فبالتالي مش هيحصل عندي التدهور السريع في الإنتاجية. احنا عملنا مشروع عظيم جدا بينتج النهاردة 15 مليون شتلة. مام. لو قسمناهم على 7000 هنزرع بتاع 2000-3000 فدان. 2100 تقريبا. طيب هل عملنا كل ده عشان نزرع 3000 فدان قصب؟ لا طبعا. طب فهمنا احنا عندنا بقى. احنا عندنا مصر متقسمه برضو ال 100 مليون اللي هو المشروع التاني بيتعمل حوالي 11000 فدان. تمام. هل عملنا صرفنا 2 مليار عشان 11000 فدان؟ فهمنا بالراحه بقى. القصب يا فندم بيتقسم لدوره خماسيه. احنا متفقين في 250000 فدان اللي بناخد منهم الانتاج للمصانع. فده اللي بنشتغل عليهم. ده اللي بنشتغل عليهم. لا احنا بنشتغل على القصب كله. طب انا معاك، بس انا بتكلم على الكونسيرن اللي هو بتاع القصب بتاع السكر. تمام. ال 250000 فدان زي ما قلت لحضرتك متقسمين لخمس اجزاء. القصب بيتزرع حاجه اسمها غرس واربع خلفات، فعلشان كده انا بقسم المساحه على 5 سنين. لو محط مثلا زينا هنا 2000 فدان، هنقول 2000 فدان عشان نسهل الارقام. 2000 فدان، يبقى انا اول سنه زرعت 2000 فدان، وتاني سنه رحت زرع 2000، والتالتة رحت زرع 2000، والرابعة رحت زرع 2000، والخامسة رحت زرع 2000، يبقى انا كده زرعت 10000 فدان، وبعدين ارجع اعيد من اول تاني، يبقى كده المحطه ديت بتخدم 10000 فدان مره واحده، واخد بحرك في الريجون بتاعها. لو جينا على المحطه الثانيه اللي هي 80 مليون حوالي 60000 فدان لو نفس الحزمه بالظبط كده بنفس الحزمه، يبقى انا لسه باقي لي محطات في مناطق الانتاج، وهكذا بنشوف دعوة القطاع الخاص انه يدخل ولا احنا اللي هنكمل كده. طبعا القطاع الخاص ده مرحب بيه في كل الاوقات ومرحب بيه في على طول، في انه يشارك مركز بحوث زراعيه بنساعد الناس دي. طبعا ما هو دور مركز البحوث الزراعيه ايه؟ في حاجه اسمها التكنولوجي ترانسفير اللي هي نقل التكنولوجيا. صحيح. بجيب الجديد، بساعد بالمعلومات العلميه التخصصيه قوي، بس بالنسبه لي انا كمحصول اقتصادي ليا هامش ربح اقل من الضعيف، واخد بحركة، لان انا لازم اضمن استدامة المنشأة.